يعني انا في اعتقادي الشوط ده مش ما ينفعش يتلعب في الدوري الممتاز. يعني خلاصه الكلام الشوط ده مش بتاع دوري ممتاز، الشوط ده بتاع لعيبه بتلعب خايفه، مدربين خايفين، اداره خايفه، كل حاجه في الخوف في الفرقتين موجوده مسيطر. فانت عشان كده مش قادر، انت ما فيش حد بيفكر في المكسب، كله بيفكر ما يخسرش. ودي مشكله فرقتين، ما ينفعش فرقتين يفكروا ان هم ما يخسروش. صحيح. لازم فرقه عندها طموح ان هي تقعد في الدوري الممتاز. لكن انا شايف الفرقتين، انا عايز بس نرجع للكره ونتكلم بناء على الكره دي، نقول شوفوا الكورنر، نشوف كام لعيب من الاتحاد السكندري في ال 18. نعد نعد نشوف، احنا بنحلل نشوف الكوره دي كام لعيب من الاتحاد. 7 8 9 والجول 10. طب وفي واحد واقف بقى على 18 ما تخرج خطوه، ال 11 اللي مش باين الفرقه كلها. بص ال 11 ادي. طب ما الكوره تطلع بقى، الكوره هتطلع ازاي؟ مفيش ولا لعيب في ولا لعيب قدام، يعني ولا لعيب. يعني هل المدرب قال لهم كده ارجعوا كلكم ورا يا جماعه؟ يعني هتشوف بقى، ادي ده الخوف، ده اللي مفيش بقى ترج. يبقى انت بتلعب المباراه مفيش معالم لكره القدم، مفيش معالم نواحي الخططيه، مفيش معالم نواحي المهريه. انت بص اهي، بص ولا لعيب من ولا لعيب من الاتحاد موجود. خلاص طب هتبحث عن المكسب ازاي؟ وبعدين انت بتجري ورا الكوره، حتى اللعيب اللي بيجري عشوائي على الكوره. يعني فانا يعني نتمنى الشوط الثاني، انا من وجهه نظري الشوط الاولاني ده يتشال خالص من تاريخ الكوره، من الدوري العام المصري. فريق الاتحاد ده يا كابتن، ده بده الكره، يعني الفريقين بيردوا الكره لبعض. انا بقول لك ننسى ال 45 دقيقه دول، لازم يتنسوا من الدوري العام المصري، ونشوف 45 دقيقه الشوط الثاني يكون شخصيه المدربين موجوده، اللعيبه اللي عندها مهارات، اللي عندها كفاءات، اللي عندها قدرات، تبقى بتادي بشكل جيد. كل فرقه من الفرق، يعني فرقه من الفرقتين او الفرقتين يسعوا ان هم يكسبوا، يجيبوا هدف، يضغطوا، يلعبوا كره جماعيه، يلعبوا كره مهاريه، كره فرديه، اي حاجه، نشوف كره قدم. يعني لغايه دلوقتي احنا مش شايفين كره قدم.